الاسم اقبال حسن من مدينه خنيفره. خديت واحد البارطمان هنا في 2015 هنا في طنجه. مؤخرا في شهر 3 طلعت باش نكمل معاهم ونكتب عند النوطير عطيهم حاليا 26 مليون. جيت نلقى البارطمان تباعت للناس اخرين وصيفتنا عن قضائي بالنسبه للاجراءات والدعوى الى اخره كل شيء هو هذاك داير محامي. صيفتنا لديك البارطمان محضر معاينه واستجواب مع عون قضائي بانها اخذت البارطمان ب 40 مليون في 2018 على عين كي مشيت للمكتب اللي طلع عطاه دابا تبعت البارطمان ردوا لي الفلوس ديالي 26 مليون مازال في شهر 4 هذا اعطيونا بلا ما بقاو غاديين جايين. اللي سمعت من المدير التجاري ديال هاد الشركه اربا برو وهو قال جري طوالك هادشي راه عيب وعار لا اله الا الله. تنطلبوا من هاد المسؤول الباترون الشركه السي بن بشير اللي هو ما عمرش اللي سولت فيه تيقول له الله يعمرها دار والله يعمرها دار عطينا فلوسنا نمشيو. هذاك الوليد راه 14 شهر راه مكرفس معايا هنايا راه 40 يوم وحنا هنايا في طنجه كريم 35 الف فرانك الوليد جايبوه هو وامه من اسبانيا راه عيب وعار هادشي. وتنتمناو من المسؤولين يدخلوا وحنا راه في حاله ديال الاضراب عن الطعام انا والمراه والمراه كتردع بمعنى حتى الولد راه داخل في اضراب عن الطعام راه تيجبد من ما يرضع من مو راه ما لقى والو. اتصلنا بالامن قبيله سيفطوا لنا على لومبيلونس يجيو يعبروا لنا غير لاتونسيون لان راه انا بديت نحس فمي تينشف المراه خلاص اكثر مني سيفطوا لنا غير الطبيب بعدا يعبروا لنا غير لاتونسيون. لا اله الا الله محمد رسول الله. سي بالبشير اعطينا رزقنا الشكايه اخويا درناها 29 في شهر 4 2019 ما طلعتش ما تم فيها البت حتى 8 في شهر 10 بعيد ليا الحال طلع هبط طلع هبط بزاف راني مستقر دابا هنا الى حين ناخذ رزقي عاد نوقف هذا الاضراب عن الطعام. السلام عليكم خويا حنايا شرينا في اربا بروب شرينا 2015 شرينا دار عطينا فيها 26 مليون فاش جينا باش نتكاتبوا معاهم في شهر 4 لقينا الدار تسكنات الدار تبعت لوحدة أخرى في 2018 دخلنا معاهم للقانون ما كاينش اللي كيشوف فينا كاع في مرة درنا دعوة الأولى والثانية والثالثة ومشيت لعندهم أنايا قلت لها كما رحبتوا بنا النهار الأول وجينا شرينا من عندكم رحبوا بنا حتى دابا ولقاو معنا شي حل. الولد راه 40 يوم وحنا جالسين هنايا بالتكرفيس 40 يوم لقاو معنا شي حل عيطوا على البوليس داروا لي تهجم ما كاين لا تهجم لا حتى شي حاجه. حنا حاجه وحده كنطلبوها كنطلبوا هاد الناس هادو يتفاهموا معنا نحيد ولدي من الزنقه راه حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما عايشاش هنا عايشه برا 40 يوم وولدي وحنا في التكرفيس 40 يوم صافي ما لقينا داكشي اللي جبناك لينا حنا دايرين اضراب على الطعام والولد ما كياكل ليا حتى شي حاجه من غير رضاعه عادي نورمال يعني ما كياكلش شي حاجه اخرى. حنا كنطلبوا السي البشير هو كيقول لنا راجل مزيان والله يعمرها دار درنا معاهم جميع الحلول ما بغاو يلقاو معنا حتى شي حل في مره. حنا كنطلبوا من سيدنا وكنطلبوا من السلطه تدخل لينا نديو رزقنا نمشيو في حالنا نحيدوا ولدنا من الزنقه سينو غادي يتحملوا مسؤوليتهم. حنا داخلين اضراب على الطعام والولد كيرضع هما يتحملوا مسؤوليه هذا الولد هذا.